قطع محتجون الخط الرئيسي الرابط بين مدينتي تعز والتربة للمطالبة بإطلاق قائد عسكري اختطفه مسلحون قبليون في محافظة لحج. المحتجون الذين أشعلوا النيران في إطارات السيارات بمفرق جبل حبشي طالبوا محافظ المحافظة وقيادة محور تعز بالعمل على إطلاق سراح العقيد فؤاد شمسان الجلال الذي اختطفته قبيلة المشامرة في منطقة طور الباحة. ومساء الأحد الماضي الذي يوافق 29 من يوليو الجاري اختطف مسلحون من قبائل الصبيحة العقيد الجلال والذي يشغل المسؤول المالي في محور تعز أثناء مروره بطريق مديرية طور الباحة شمال غربي لحج. مصادر عسكرية في حينه قالت إن عملية الاختطاف جاءت ردا على اعتقال اللواء 35 مدرع لمسلحين من قبيلة المشامرة إحدى قبائل جنوب غربي الوازعية بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الأفارقة مطلع شهر رمضان الماضي. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا ركان الجبيحي السكرتير الإعلامي لمحور تعز. أهلا وسهلا بك سيدي. إذا ضعنا في آخر التطورات لهذا الملف، وهل هنالك وساطات على هذا الصعيد؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم. طبعا خرج محتجون من أبناء مديرية جبل حبشتي المديرية التي ينتمي إليها العقيد فؤاد شمسان احتجاجا وتنديدا لما يتعرض له العقيد فؤاد شمسان من تصرف قام به مسلحين قبليين في محافظه لاحج من خلال التقطع له واختطافه قبل يومين او ثلاثه ايام. الوضع ما زال ملتهب، عملت بعض الوجهات هنا ومدير المديرية وكذلك السلطات المحلية والأمنية والعسكرية في تعز إلى احتواء الموقف في منطقة الضباب وتم فتح الطريق. نعم. رغم الاحتقان الموجود ورغم التنديد الواسع بالنسبة لقبائل أو لوجهاء أو لشخصيات معينة تنتمي إليها تتابع المدير الراشد تنتمي إليها العقيد شمسان. طبعا لها الجهات الرسميه وعلى المستوى الشخصي وعلى المستوى الرسمي على تواصل واستمرار متابعه الوضع في لدى هذه القبائل التي قامت باختطاف العقيد فؤاد شمسان والتصرف وفق ما يقتضيه المصلحه والتصرف وفق ما وفق الواقع وفق ما يحتاجه الواقع سواء على المستوى القبلي او على المستوى الرسمي. هناك تدخلات سواء على مستوى وزاره الدفاع والمنطقه العسكريه الرابعه لاحتواء الموقف والعمل على الافراج عن فؤاد شمسان بكونه كان في مهمة رسمية حيث يعتقد مندوب مالي وإداري لمحور تعز في المنطقة العسكرية الرابعة وفي العاصمة المؤقتة عدن. وهذا التصرفات هي بعيدا عن الأرض القبلي بعيدا عن الإجراء الرسمي بعيدا عن العادات والتقاليد التي يتحلى بها اليمنيين بشكل عام خصوصا في ظل الحرب التي يفترض أن يتكتف الجميع سواء كقبيلة أو كوجهة أو كشخصيات أو كجهات رسمية للحد من هذه التصرفات الفردية أو التصرفات الجانبية التي تقوض عمل الدولة وأيضا تحرف مسار القضية سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى المدني. شكرا لك السكرتير الإعلامي لمحور تعز ركان الجبيحي.